يعني يكفيني انه فوق 34 80، لانه تحت الرقم ده يصير سبكيم ضاغط. حتى شوف متوسط ال50 والله صار 35، يعني فوق المتوسط هذا السبكيم مقبول. شوف هذه هي ال34، الخط هذا 34 85، يعني حتى سبكيم شوفوا لما جنى ارباحه صراحة احترم وبقوة ولم يغلق تحت هذا الخط. شوفوا لما كان كاسره في مطلع العام لما وصل في قاع ديسمبر، شوفوا 30 90 لما ارتد سبكيم اول ما قرب من 34 85 جنى ارباحه. شوفوا هنا لما جاء اخترقها بقوة مع متوسط ال50، شوفوا كيف حتى لما نزل احترمها. فنحن في سبكيم الآن نوعا ما يعني وضعنا جيد فوق المنطقة دي. طبعا نعدي متوسط المية ونخترق القمة دي على طول، لو جيت دورت الخطوط المكسورة هذه، شوفوا هذا قاع 7 8، هذا قاع 7 شايف، هذا 38 80 شايف، 38 80 تعدي القاع ده تكشف القاع اللي بعده 40 20، شوف هذا 40 20، فأرقامك كلها صحيح 40 20. يعني انت ايش يهمك بكره او اليومين دي كيف تعدي 37 وربع؟ عينك على هذا المتوسط الاخضر، ايش اللي حيوصلك هنا او يخليك ممكن بالراحه تدخل المعمعه دي في المنطقه هذه؟ هو اختراق الميه، هو اختراق الميه. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. 31 85 شوف قفل الفجوة هناك وارتد السهم وقفل فوق 31 85، بدأ السهم يرجع. تعالوا نشوف هنا، شوفوا كيف من 38 ريال وخمسة هلل إلين حتى مناطق 40 20، هذا كله اللي ما يدخل سبكيم تحت إيش يجيبه في المنطقة دي؟ يدخل هو في محور مقاومة من عيار ثقيل، حيكون السهم وقتها لملاكه في المنطقة هذه. إذا عد الأربعين هنا يصير كلام تاني. فنحن الآن يعني جالسين نلعب في مرحلة يعني كتر خيره مع ظروف السوق هذه إنه السهم يرتد يعني في هذا المحور. أما لو كسر 34 85 تي 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 زي ما رحتي زي ما جيتي. أذكر في يوم من الأيام أنا دخلت عند 33 ريال، عجبني السهم كان في اتجاه صاعد، وصل هنا قريب 33، واحد قال لي حلل لي هو، ولما حللت له هو أغراني السهم ودخلته، وسبحان الله تركته قريب 37 ريال، وراح السهم بعدها 38 35، وبعدين شوفه نزل وكأنه رجع لين 34 40، وبعدين شوفه الآن واقف عند 35 70. طيب لو كبرنا له الاتجاه شوية، لأنه هذا الترند خلاص، لو كبرنا له الترند، شوفوا الترند يعني تقريبا يعني يورينا انه لو كسر ال 35 34 85 يعني يخرج عن المسار، لذلك نتعاطف مع هذا الترند ونرسمه بالشكل هذا. خلاص كده يصير عندنا قناه واضحه، اذا ما انكسر هذا سبكيم جيد يمكن نشوفه عند محيط الدائره في المستقبل.